قال لك ما دير الخير من طلبه. انتم تشوفوا بان الاخ الفلسطيني من بعد ما اسال المغرب والمغاربه هو وبنته راه خرج في واحد الفيديو جديد، وغادي تسمعوا الطريقه باش كيدوي معكم والطريقه باش كيحييكم، وهذه حاجه مهمه. سمعوا مزيان كيفاش حيا خوتو المغاربه. السلام على من اتبع الهدى ومن يتقي الله. انتما سمعتوا بان قال السلام على من اتبع الهدى، وهالطريقه باش حيانا حنا المغاربه وكمسلمين. لا يجوز، حرام المسلم يستعمل هذه الطريقه باش يحيي خوه المسلم. وهذا الشيء خصكم تعرفوا بان كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيت كيكتب رسالته كيصيفطهم يعني الكفار ولا الناس اللي غير مسلمين باش يدعيهم للاسلام، كان كيستعمل هذه الجمله اللي هي السلام على من اتبع الهدى. والعلماء الكبار العلماء دعوا على هذه المساله، قالوا له بان حرام يعني المسلم يعني يحيي خوه المسلم بهذه الطريقه، خصو يحييه بالسلام عليكم ورحمه الله. والناس اللي بغى يرجعوا رجعوا مثلا الكتاب ديال محمد بن صالح العثيمين، يعني في واحد الكتاب اللي مجموع الفتاوى والرسائل فهذه الطريقه، وقال بان لا يجوز للمسلم يعني يحيي خوه المسلم بهذه الطريقه. ومن بعد سمعوا شنو قال على المغاربه. ظل انا وولادي الثانيين، لانه عندي الدار وعندي حسابات وعندي شغل وعندي مصالح وعندي اوراق وعندي مدارس للاولاد، فلملم حالي واشوف وطن بلد بتحب الفلسطيني وبتحترمه، وغنمشي له وغنجمع وليداتي معي ان شاء الله. جبتها باش احميها من الاحتلال في غزه، الساعه لقيت الاحتلال ورايا حتى هنا. جبتها عند اخواتها اخوتها المغاربه باش تعيش بينهم بالامان، لقيتهم اصعب عليها من الاحتلال. اللهم ترجع لي. المهم قال لك غادي خوي المغرب وغادي يمشي لواحد البلاد اللي كيحبوا وكيحترموا الفلسطينيين، وهذا عنده حاجه يعني غلطه بزاف، كلام غلط بزاف هذه الناحيه وغلط في حقنا، لان الشعب المغربي كيموت على فلسطين اللي هي ارض مقدسه، وكيموت على الفلسطينيين، وهذا الشيء يعني ما فيهش نقاش. ولكن الناس بحال هذا ويعني النوع بحال هذا الصراحه ما كنحملوش الصراحه. النوع بحال هذا اللي هو رجليه خارجين شواري شبع الحمد لله من المغرب ومن خيرات من المغرب، وجا كيسب في المغاربه وكيسب في المغرب وما كيعترف بالخير، اللهم يخرج من البلاد. وانتم سمعتوا بان قال لك يعني اللهم يصيفط لبنتو يعني البلاد اللي هي غزه اللي هي محتله وما تبقاش في المغرب. اش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي غنقول لكم بحال هذا النوع، بغيت نقول ذاك المثل المغربي والله الا نسيتو، ويعني كنعرف غير نقول ديالو الماء والشطابه حتى نسيت. مهم، وايضا بغيت نقول لكم بان الحمد لله بان الفلسطينيين ماشي بحال هذا النوع.